شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في واشنطن في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، حيث أكد الرئيس السيسي على الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهورية، وشدد خلاله الرئيس السيسي على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً سيادته عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا. من جانبهم، أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين على أن مصر تمثل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.